سلام. في الفترة التي سبقت القرن العشرين وقبل أن تحتل الشيوعية روسيا، وذلك بفترة قصيرة جدا، ظهرت شخصية غريبة وغامضة للعالم، وتعتبر من أكثر الشخصيات غموضا في العصر الحديث. هذه الشخصية شغلت المؤرخين والباحثين لمدة طويلة من الزمن، وتم تأليف عنه مؤلفات وأفلام كثيرة، لدرجة أن حياته وموته كلتاهما كانتا غريبتين. أنا سأحكي لكم قصة هذه الشخصية ومن تكون. وفقط قبل ما نبدأ، للأصدقاء الذين دائما يتساءلون عن من أين يستطيعون شراء تيشيرتات قناة مساحة، أنا دائما أضع لكم رابط المتجر أسفل الفيديو في الوصف. Check it out. واطلب التيشيرت وسيصلك إن شاء الله في غضون 18 إلى 20 يوم إلى حدود منزلك. ويلا نبدأ قصتنا الغريبة. غريغوري يافيموفيتش راسبوتين، هذا هو اسم هذه الشخصية. هذا الرجل هو راهب ومعالج روحي روسي. ولد في قرية ريفية واقعة في سيبيريا بروسيا في 22 يناير 1869. ومعنى اسم راسبوتين بالروسية هو الفاسق الماجن، فقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب ما اشتهر عنه من فسق وفجور وعلاقات عابرة لا تحصى، إحداها يقال أنها كانت مع قيصرة روسيا نفسها، والكثير منها كانت مع أميرات وأفراد لعائلات نبيلة في روسيا. حياته كانت مليئة بالأحداث المأساوية، فحسب كتاب اسمه راسبوتين وسقوط القياصرة لكاتبه كولن ويلسون، قال فيه بالحرف: والدته توفيت في حريق منزلهم، أما شقيقته وشقيقه ومن قبلهما والده توفوا بسبب التهابات رئوية حادة. لما بلغ سن المراهقة عرف عنه أنه شخص أو فتى متمرد، وأيضا عرف عنه أنه لص يسرق الخيول ولا يهتم إلا بالرقص والغناء والشرب في الاحتفالات الدينية والشعبية. كان لا يفكر سوى في مطاردة النساء، وهذا المزيج بين الورع والمجون هما ما كونا هذه الشخصية الغامضة المجنونة. في أحد الأيام كان راسبوتين يلعب مع أخيه ميخائيل، وفي لحظة جرفهما النهر، لكن ميخائيل أخوه توفي بينما عاش راسبوتين. وفعلا نجا، لكنه دخل في غيبوبة طويلة جدا، استيقظ منها وهو يدعي أنه يتمتع بقوى روحية خارقة وأن لديه رؤى وتنبؤات، وادعى أنه يمكنه شفاء الجروح بمجرد لمسها. كان راسبوتين متأثرا جدا بالرهبانية والتجارب الروحية التي كان يسمع عنها في طفولته وحتى في شبابه، حتى أن والده أرسله إلى أحد الأديرة في قريته ليصبح راهبا، فأخذ هناك دروسا في اللاهوت والفلك وطب الأعشاب. وفي أحد المرات قرر أن يغادر قريته ليبدأ رحلة حج حول كامل أراضي روسيا. وفي هذه الفترة التي ظل فيها حاجا مسافرا لم يستحم أو يغتسل أو يغير ملابسه لشهور عديدة، بقي مسافرا لمدة سنتين. كان في رحلته يلتقي وتعرف بالكثير من الناس والطوائف، إلى أن التقى بطائفة غريبة جدا. هذه الطائفة تسمى خالستي، وهي تنتمي للديانة المسيحية، وظهرت في القرن السابع عشر، وكانت متطرفة وغير شرعية، ولها طقوس ومعتقدات غريبة ومقززة. فهذه الطائفة تؤمن بأن الإنسان إذا أراد الخلاص وأن يصل لربه، يجب عليه أن يغرق في المعصية، ولن يحس بلذة التوبة إلا إذا شبع من المعاصي والآثام. وكانت تعرف بجلد النفس واللطم، وأيضا اشتهرت بممارسات جنسية شادة كحفلات الجنس الجماعي. سنة 1888 قرر أن يتزوج راسبوتين من فتاة في قريته، وعندها حصلت المأساة الأخرى التي انضمت لقائمة مآسي حياته، حيث أنجبت زوجته طفلا ولكنه مات. وهنا قرر راسبوتين أن يتوقف نهائيا عن أفعاله الغير أخلاقية وحفلاته التي يملأها الشرب والفجور، معتبرا أنه تلقى رسالة من الله. بعد ذلك انتقل راسبوتين إلى عاصمة روسيا سانت بيترسبورغ، وذلك خلال رحلته الدينية، حيث يصف المؤرخ الأمريكي دوغلاس سميث في كتابه راسبوتين الإيمان والقوة وأفول آل رومانوف. اسمه كان يعني مفترق طرق، وكان البعض يطلقون اسمه على أبنائهم أيضا لأن قريته كانت تقع في مفترق طرق، لكنه يعني كذلك الشر الذي لا يدوم طويلا. كان راسبوتين يقف في الأسواق والأماكن العامة في القرى والبلدات ويخاطب الناس بصوت عالي على أنه ابن الله التائب، ويعطيهم المواعظ من الكتاب المقدس. وكان الكثير من الناس في بعض الأحيان يسبونه ويهاجمونه ويتهمونه بأنه مجرد زنديق يهرطق ومجنون، وأيضا كان الناس يتهمونه بتحريف الكتاب المقدس وأن حياته كانت حياة عبث وجنون وفجور قبل أن يرتدي لباس الكهنوت. وكان يرد عليهم دائما بأنه سمع صوتا أتاه من السماء
يخبره أن يكرر الكلام الذي يوحى إليه من الله بين الناس ويدعوهم إلى الصلاة والتوبة. وبعد سماعهم أمره به ذلك الصوت تجسدت فيه قوة روحية جديدة، فأصبح بإمكانه رؤية ما في النفوس ويعرف ما يفكر به الناس وما يخفونه في باطنهم. كان ولي العهد ووريث عرش قيصر روسيا أليكسي مصاب بمرض نادر ولا يوجد له أي علاج. هذا المرض يسمى بالناعور واسمه العلمي هو الهيموفيليا. هذا المرض يعتبر من الأمراض النادرة، وفي الكثير من الأحيان يولد الطفل بهذا المرض، أي أنه يرثه، والموت بهذا المرض يكون موت مأساوي. فما يفعل هذا المرض هو أنه مثلا إذا أصبت بجرح ولو جرح صغير في جسدك ستظل تنزف وتنزف إلى أن ينتهي منك الدم نهائيا من جسدك. فهذا المرض يمنع تخثر الدم. فما يحصل في أجسادنا هو أنه عندما يحصل لدينا جرح، الجرح الدم في الجرح يبدأ يتخثر، أي أنه يصبح صلب، عندها الجرح يغلق ويشفى. لكن في الهيموفيليا إذا أصبت بجرح الدم لن يتوقف عن النزيف إلى أن تموت. وكانت القيصرة أم ولي العهد أليكسي خائفة جدا على ابنها، ولم تترك أي طبيب في عموم الدولة الروسية إلا وجاءت به ليعالجه، لكن كل المحاولات باءت بالفشل ولم يتمكن أي طبيب من شفائه. كانت تشعر بالحزن الشديد عليه لأنها كانت السبب في إصابة عائلة رومانوف بالهيموفيليا، فقد ورثته عن جدتها فيكتوريا ملكة إنجلترا، واعتبرت مرض ولي العهد بمثابة عقاب إلهي. مع بداية القرن العشرين كان قد أشيع عن راسبوتين قدراته العجيبة في الشفاء، ووصلت هذه الأخبار والشائعات إلى قصر القيصر الروسي، وأصبح الخبر متداول بين كل العائلة الحاكمة وأيضا بين عموم الشعب. وعليه في عام 1906 استدعي راسبوتين للقصر ليتم اختبار ما قيل عنه وعن قدراته الشفائية والمعجزة، والأمر كان بمثابة اختبار العمر. وبالفعل هذا ما كان. وصل راسبوتين للقصر حيث وجد القيصرة في حالة جنونية، كانت خائفة ومرتبكة جدا، فطمأنها راسبوتين وقال لها بأن كل شيء سينتهي على خير. فأخذوه لداخل غرفة ولي العهد، فاقترب منه ولمس يده لتحصل المعجزة التي تركت القيصر وزوجته وكل من كان هناك في صدمة ودهشة. راسبوتين فعلا تمكن من إيقاف النزيف في ولي العهد. لا أحد يعلم كيف فعلها بالضبط، لكن على الأرجح يقال أنه تمكن من فعلها بسبب الإيحاء والتنويم المغناطيسي. وفعلا في الطب هناك عدة حالات لمرضى تم شفاؤهم فقط بالإيحاء والعلاج بالوهم. المهم في تلك اللحظة دخل راسبوتين لقلوبهم وبدا وكأنه سحر عقولهم. ومرت حوالي 6 سنوات حين وقعت حادثة أخرى لولي العهد، حين كان يركب الخيل فسقط من فوقه وأصيب بجروح. فاتصلت القيصرة أم ولي العهد براسبوتين لكي يأتي فورا، لكنه لم يكن هناك، فأرسلوا له رسالة استعجالية لقدومه. فرد عليهم برسالة أخرى قال فيها: إن الله استمع إلى صلواتك ورأى دموعك، ولهذا فإن طفلك لن يموت، ولكن أخبر الأطباء بألا يزعجونه كثيرا وضعي هذه البرقية فوق رأسه. وهذا ما كان. فعلت القيصرة تماما كما طلب راسبوتين، ووضعت تلك الرسالة التي أرسلها فوق رأس ولي العهد أليكسي، وفعلا توقف النزيف. هنا وصل الراهب المجنون راسبوتين لبناء مكانه في القصر، المكانة التي لن يستطيع أي أحد أن يزعزعها، وبدأ يصبح من المقربين للعائلة الحاكمة في روسيا والمستأمن على أسرارهم كلها، وبدأوا يعتبرونه كحارسهم الروحي. وهذا التقارب من الحكام بدأ يخلق له الحاسدين والحاقدين الذين بدأوا يفكرون في طريقة لإبعاده ولو كانت الطريقة هي قتله.